هذا وأكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد على ضرورة وجود تنمية سياسية مستدامة لخلق حياة سياسية نشطة في مصر. احنا النهاردة بنتكلم على تنمية سياسية مستدامة. يعني ايه تنمية سياسية مستدامة؟ واحنا بنتكلم على الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية جزء من الحياة السياسية، ولكن انت مرتبط بمواطن ومرتبط بدولة. اذا وانا بفكر اتكلم على تنمية سياسية مستدامة للحياة السياسية في مصر، يبقى انا محتاج اتكلم على الدولة. الدولة لازم تدعم ازاي الأحزاب السياسية ودورها، وبتكلم على الأحزاب السياسية ازاي يبقى لها دور فعال في المجتمع، وازاي تقدر تنشئ كوادر وتدرب كوادر تستطيع ان هي تتحمل مسؤولية الحاضر، وتستطيع ان هي تسعى الى المستقبل بجدية وتلتقي مع التحديات. والمواطن في النهاية، يبقى هم دول الثلاث محاور وانت بتتكلم على التنمية السياسية. النهاردة احنا بنتكلم على الأحزاب، لأن الأحزاب من غير أحزاب مفيش سياسة في مصر.